يا صباح الخير على كل المصريين، بنصبح عليكم، بتدي معاكم يوم جديد وحلقه جديده ونهاركم سعيد زي الفل. كل سنه وحضراتكم طيبين ورمضان كريم، وان شاء الله نستمتع كلنا بالشهر الكريم. كل سنه وانتم طيبين. كل سنه طيبه يا عايده، صباح الخير يا فادي، كل سنه وانت طيب برضه. وانت طيبه يا رانيا، مش عيب. هتصوم معانا السنه دي ولا ايه؟ تساعدنا على الاقل يعني. مش عايزه اشوفك بتشرب قهوه الصبح، مش عايزه اشوفك بتشرب شاي الصبح. عينيا يا رانيا، انت تأمري انا عشان خاطرك انت بس اصوم. عايزه مشارك. كل سنه وكل الساده المشاهدين طيبين. بتهيألي النهارده المفروض الرؤيه يعني رمضان، معظم الناس تتكلم على انه بكره، بس هو مازال، لكن مازال في احتمال يوم الجمعه يوم السبت. النهارده بالليل في انتظار طبعا دار الافتاء. مستغربه يعني، هو طقس ظريف، موضوع القعده بتاعت بالليل والطقوس كلها اللي احنا نشوف، بس هو فلكيان بيبقى محسوم عاده. بس يعني خلينا ربنا ما يقطع لنا عاده، نستنى الطقس يعني. الترقب، الناس قاعده في الترقب. صباح الخير على كل مشاهدينا هاي لايف وحلقه الخميس 19 يوليو 2012. كل سنه وانتم طيبين يا رب. كل سنه طيبه عايده، كل سنه طيبه يا رانيا، وانت طيب يا رانيا. صوما مقبولا وافطارا شهيا. بس انا بيعجبني الترقب جدا، واحنا قاعدين مستنيين نعرف هو رمضان بكره ولا لا، فده في حد ذاته انجاز يعني. بنبقى قاعدين كلنا مستنيين حدث هيحصل، وبصرف النظر عن اي احداث في البلد، كل الناس مسيحيين ومسلمين بيبقوا حابين الوضع جدا، غير الزحمه طبعا بقى اللي قبل اليومين ثلاثه بتوع رمضان، هي دي اللي بتبقى فيها مشكله. ويمكن لينا فقره النهارده عن الزحمه المرتبطه بان الناس نازله تشتري احتياجاتها، بين اليميش وعمر الدين او انا لسه امبارح بقول لعايده نزلنا عشان نجيب شويه حاجات وكده للبيت. الناس بتشتري يا جماعه، وكاننا اخر مره هناكل خلاص يعني، كاننا خلاص مش هنشتري اكل تاني ومش هنشتري حاجات تانية، وكل الحاجات خلصانه وكده. يعني جميل قوي ان احنا طبعا يعني رمضان كريم وشهر بيحب الخير لينا ولكل الناس، بس يعني كمان هو مش معمول بس عشان الاكل يعني، في حاجات يعني هو الحكمه منه ان احنا نحس بالناس اللي ما عندهاش فلوس عشان تاكل وتشرب وكده، مش عشان قبل الفطار نفكر هنفطر ايه وبعد الفطار نفكر هنتسحر ايه، واحنا على السحور نفكر بكره هنفطر ايه. لا احنا استهلاكنا عالمي، احنا يعني عالمي جدا، بنصرف كتير جدا على الاكل في الشهر ده. هنتكلم مع ضيفنا استاذ محسن زاهر، رئيس شركه النيل للمجمعات الاستهلاكيه، نتكلم معاه عن الاستعدادات لشهر رمضان المبارك. وبس بنحب نقول للناس انه بالراحه على الاكل، احنا بنصرف فلوس كتير جدا. وكمان خلوا بالكم انه السنه دي رمضان حر جدا، واطول مده قد ايه يا جماعه؟ فتره طويله جدا، يبتدي 7 ويخلص على 6:30. انا سمعت انه في الارجنتين اقل فتره السنه دي عندهم 6 ساعات. نروح الارجنتين نعتمد دواء. طب بس خليني بس عشان ادي الف فقرتين كده في بعض. واحده بتاعت المرور هنتكلم عنها، اللي بعتقد كلنا بنعاني من المرور بقالنا كام يوم. وده مش بس عشان الناس، قاعده كتير قوي بقالنا كتير، لكن الاسبوع اللي فات تحديدا انا شخصيا واقفه على المحور امبارح، من اول امبارح من الساعه 8 واصله وسط البلد 11:30، 3 ساعات ونص بالليل. ده كان غريب جدا. الموضوع مش بس الناس بتشتري، في حاجه مش مفهومه يعني. فجاه تلاقي الشارع وقف وانت مش عارف الشارع وقف. لا بس عايده هقول لك حاجه بقى، في دي حاجه لازم ننوه عنها، ان في سلوك ناس بيبقى غريب جدا. يبقى واحد واقف وراكن العربيه ورميها وماشي، والناس تضرب دماغها في حيط. مش دي القصه يعني. او الميكروباص اللي فجاه راح واقف، هو قرر ان هو يقف هنا يعني. فبالتالي خلينا نتمنى انه هنتكلم عن اكتر عن المرور وايه الحلول، واحنا كمان هنحاول نبقى ايجابيين ونشوف احنا ممكن نشارك في ده ازاي. احنا عندنا ايه كمان؟ هيكون كمان معانا بعد كده هنتكلم عن مطالب المراه، مطالب المراه المصريه بشكل عام، مش بس من الرئيس، ولكن مطالب المراه بشكل عام. احنا محتاجين ايه اللي ناقصنا؟ ده هنتكلم فيه مع دكتور عزه كامل، وهي منسق برلمان المراه. ده غير ان هيكون معانا فقره، لا طب ما احنا ما قلناش مين معانا في المرور. احنا هيكون معانا دكتور سامي عامر، عميد كليه التخطيط العمراني سابقا، نتكلم معاه عن في مشكله المرور زي ما عايده كانت بتقول بالتفصيل، ونشوف ايه الحلول اللي ممكن، لانه اللي سافر بره بيشوف ان الحياه تبقى ماشيه انسيابيه، هي بس المشاكل عندنا غالبا في سلوك او في طرق. لو قدرنا نحل ده هنحل حاجات كتير قوي. اليومين دول كمان اليوم العالمي للسكان، واحنا ما شاء الله مش قصدي حسدنا ولا حاجه، احنا متجاوزين ال 90 مليون. ربنا يزيد ويبارك، بس يبقى فيه يعني عقل كده. فالنهارده هيكون معانا دكتور مجدي خالد، مدير مكتب الامم المتحده بالقاهره، عشان نتكلم عن اليوم العالمي للسكان. خلينا نروح نبتدي على طول بفقره الصحافه، وقبلها في تقرير الرياضه عشان الناس تبقى بتلعب رياضه كده على الصبح. يلا بينا.